ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، مكملين معاكم على الهواء مباشرة، وبنتكلم على موقع مهم ظهر الحقيقة في الفترة الأخيرة، وهو موقع كل. هو موقع لموقع مستقل لمقالات الرأي، بيتيح الفرصة لكل التيارات السياسية للتعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية، ورافع شعار لا للصوت الواحد. الحقيقة هدفه استقطاب واستكتاب العقول المنورة، وبيتيح أيضا كل المجالات السياسية وثقافية وفن وتكنولوجيا لإلقاء الضوء حول هذا الموقع. هيكون ضيوف النهاردة المشرفين في الاستوديو الأستاذ أحمد علام والأستاذة أمنية شكر، مؤسسي موقع كل. صباح الخير ونهاركم دايما سعيد. صباح الخير. هنبدأ بالأستاذ أحمد. الحقيقة اتكلمنا في البداية عن الموقع وليه سمتوه بكلمة كل. طيب انا هبدا بفكره الموقع في الاول. هو احنا بحكم عملنا كشباب صحفيين في مؤسسات صحفيه واعلاميه مختلفه، فكنا بنشوف ان المساحه المخصصه للراي في هذه المؤسسات هي محجوزه الاسماء بعينها، ومساحه محدوده جدا. يعني هذه المساحه المفترض انها بتعبر عن الجدالات السياسيه والثقافيه والاجتماعيه الموجوده في المجتمع، فلقينا انها محجوزه الاسماء بعينها. واحنا برضو كمان بحكم تواصلنا مع التطور الحاصل في مجال الاتصال، فكنا بنشوف ان في ناس كتاب شباب بنشوفهم على صفحاتنا، على صفحات الفيسبوك والمواقع الالكترونيه، عندهم وجهات نظر ورؤى مهمه جدا، ومش متاح ليهم انهم يعني يقولوا ده. فمن هنا جت فكرة موقع كل، أن يكون في موقع خاص بمقالات الرأي فقط، يتيح لكل من لديه فكرة أو رؤية متماسكة. مش لازم يكون حد كاتب مقال، لأن كلمة كاتب مقال بتخض شوية. يعني أي حد عنده فكرة أو رؤية متماسكة الموقع يكون يتيح لي أن هو يعرضها على الرأي العام، ونخلق حالة نقاش أو حالة حوار عن طريق الرأي. فمن هنا جت موقع فكرة موقع كل. الاسم بقى كلمة قل أو اتكلم زي ما بيقولوا، يعني جت فكرة الاسم من الاسم. احنا ستة الأول مؤسس الموقع، أول ما كنا بنتناقش في فكرة الموقع وحبينا ندور على اسم يلخص الحالة ديت، فطرحنا أسماء كتير. قول، يعني كنا مقترحين كلمة قول، وبالنقاش بقى كتير استقرينا على كل. تمام. أستاذة أمنية، خليني أتكلم على أن الموقع مش بس مجرد مقالات، ولكن هو موقع كمان لإبداء الرأي وحرية الرأي. كلمينا عن موضوع الرأي، أن الواحد يقول رأيه بمنتهى الحرية. هو زي ما احمد قال ان في الفتره اللي فاتت احنا شفنا انه فعلا مساحه الراي اللي في الجرايد محجوزه الناس بعينها، انه في كتير من التيارات بيتم اقصائها بغض النظر احنا مع التيار ده او ضده. احنا بالفعل احنا قررنا انه لازم يبقى موقع كل بيقدم حاجه جديده. اولا فكره القوالب النمطيه، احنا ما عندناش قالب نمطي معين لشكل المقال، فده كان جاذب جدا لكثير من الكتاب، وخاصه شباب الكتاب، ادهم فرصه كبيره ان هم يعبروا بالطريقه اللي تعجبهم او تريحهم او اللي يجدوا نفسهم فيها. يعني غير كده كمان في شباب التيارات اللي بيتم اقصائها بقى، يعني بالتبادل، يعني لما النظام السياسي يتغير في تيار معين بيقع مننا او بيتم اقصائه او بيبعد شويه. بالظبط. وخلينا نتكلم في فكره انه الاعلام، يعني خلينا نتكلم بصراحه، الاعلام مش مهني، مش محايد، مش عايزين نقول تماما، بس هو مش مهني في، يعني في كتير من الاوقات مش مهني. يعني في تيارات بعينها تم اقصائها تماما من المشهد السياسي. فكان من هنا كل، يعني من هنا احنا بقالنا حوالي شهر وثلاث اسابيع طالعين. فالموقع في الوقت القصير ده قدرنا نعمل اكتر من 75 كاتب، عندنا 75 كاتب، وكمان عندنا في اليوم الواحد 20,000 زياره ويمكن اكتر. ده حقيقي. انا عايز اعرف استاذ احمد عمليه تاسيس الموقع، يعني انا عرفت الموقع وفكرته والاخر، ولكن تاسيس الموقع والمشاكل اللي واجهتكم في التاسيس في البدايه هتقولي عنها ايه؟ يعني احنا الاول بس حابب اشير لحاجه. احنا كل مش موقع، كل مشروع مؤسسي. النواة بتاعته كانت الموقع، موقع كل الخاص بمقالات الرأي. يعني في مراحل تانية، احنا كل 3 شهور بننطلق بمرحلة جديدة، بيكون في مرحلة جديدة في المشروع. الموقع هو المرحلة الأولى في الموضوع، يكون في مرحلة تانية هتنطلق خلال شهرين، هي اسمها كل تي في.
ده هيكون تلفزيون على الانترنت، هيكون في حكايات وحواديت نحكي فيها تاريخ مصر، وافلام وثائقيه بتحكي عن تاريخ مصر. دي هتكون المرحله اللي جايه في كل. ايضا خلال الشهر القادم يوم 1 ابريل هننطلق بقسم خاص بالعربي والدولي، هنستكتف فيه شباب عرب يقولوا رأيهم في القضايا العربية الموجودة سواء يعني مش مصر. هتكتفوا بس كمان بالآراء الكتاب أو المقالات المصريين اللي موجودة هنا، ولكن كمان هتفتحوا أكتر وهتدوا فرصة للرأي أكتر خارج مصر. خارج مصر طبعا. يعني بحكم اتصالنا بأصدقاء لينا في صحف وتلفزيونات عربية هنطلق الدعوة خلالها، أي حد عايز يقول يكتب حاجة، عايز يقول رأيه في قضية معينة خاصة بالشأن العربي أو الشأن المصري هيعمل ده. هننطلق بداية يوم 1 ابريل القادم اللي جاي ان شاء الله، قسم خاص بالعربي والدولي، ده في اطار موقع كل. تمام استاذ امنيه، انا عايز اتكلم على موضوع القياده. يعني انتوا حبيتوا ان القياده تكون قياده جماعيه ومفيش رئيس تحرير بعينه هو اللي بيتحكم في هذا المشروع او هذا الموقع، كلميني على فكره القياده الجماعيه. طيب برضه خلينا نبقى صراحه ان القياده الجماعيه في مصر هي قياده فاشله. يعني في الغالب لما يعني زي ما بيقول لك المركب اللي ليها رئيسين بتغرق. احنا قررنا ان احنا هنبقى قياده جماعيه عشان ما يبقاش احنا ضد الصوت الواحد، فلما نبقى قياده جماعيه هنبقى بنطبق ده فعليا. بالرغم من ايمانك ان اللي انت بتقوليه ان القياده الجماعيه بتسبب فشل، انا بقول لك خلينا متفقين على ده. احنا بقى كسرنا النمط ده برضو، وان احنا بالفعل احنا قلنا عشان ما يبقاش في صوت واحد، لان القياده لو فرديه هيبقى في صوت واحد برضو، لكن احنا قياده جماعيه فبنتشاور في موضوع المقالات، ايه المقال اللي يصلح وايه اللي ما يصلحش. على فكره هو يعني انت كنت بتقول انه في مقالات تم رفضها، يعني احنا عمرنا ما رفضنا مثلا مقال، يعني في مقال بيجي نبقى شايفين انه يبقى في بناء المقال مش مكتمل فنرجعه تاني للكاتب ونلفت نظره انه في بعض يعني في بعض القصور فهو بيعيد بناءه تاني، لكن طول الوقت احنا بنتيح الفرصه دي لل يعني لو في مقال زي انت ما بتقولي لاحظتي في قصور قد يكون الكاتب ما عندوش استعداد انه يغير لمجرد وجهه نظر القياده اللي موجوده في الموقع. ممكن طبعا ممكن، وليه الحق. احنا على فكره احنا زي ما قلت لك احنا ما عندناش قوالب نمطيه لشكل المقال، لكن احنا مثلا ممكن يبقى في حد بيبقى في سب مثلا لشخص معين فنراجع صاحب المقال في الفكره دي، انه في معايير واضحه احنا حاطينها هي ملهاش علاقة بالرأي نفسه، ملهاش علاقة يعني بحريته في التعبير عن رأيه، لكن ليها علاقة بمعايير مهنية كلنا نتفق عليها. وبالتالي احنا طول الوقت لما بيحصل الجدل ده بيننا احنا كقيادة احنا الستة بنتفق ايه المقال اللي يصلح وايه اللي ما يصلحش ونتشاور. اهم حاجة وضوح الفكرة نفسها، انه الفكرة تبقى واضحة، انه المقال يبقى مقال مكتمل البناء، ما يبقاش يعني مش على يعني لازم يبقى على المستوى مش دون المستوى. بالظبط بالظبط. بس كمان هأشير لحاجه بسيطه، يعني احنا مفيش اختلافات عميقه بتحصل في فكره اختلاف حوالين مقال، لان احنا معاييرنا هي بسيطه جدا، هي عدم ازدراء اديان، سب وقذف، تحريض على العنف. فاعتقد دي ثلاث معايير. يعني الحقيقه انا كنت جاي لك على موضوع القيود. فاحنا مفيش اي قيود، هي ثلاث معايير اعتقد متوافق عليها في كل القيم المهنيه في اي مهنه في العالم، يعني سب وقذف، الا يكون المقال يحتوي على سب وقذف او تحريض على العنف او ازدراء اديان، دي قيم متوافق عليها لدى الجميع. يعني عشان كده الخلافات اللي بتكون موجوده على مقال معين مثلا بيتناقش حوله ما بتكونش اختلافات عميقه او جوهريه. يعني القيود دي بتساعد المجموعه اللي بتدير القياده ان هي ما تختلفش. يعني واحنا قايلين ده على الموقع عندنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك، احنا بنقبل اي راي ما دام الفكره متماسكه والرؤيه واضحه، ومعاييرنا ديت قايلينها على موقعنا الالكتروني وعلى صفحتنا على الفيسبوك. بالظبط. استاذه امنيه، يعني موجود قدامي كمان ان انتوا حققتوا 4 مليون مشاهده في حوالي شهر ونص، انت ابتسمتي اقول ان انت حاسه بنجاح، وفي نفس الوقت في زياره يوميه 20 الف صوت او مشاهد اكتر كمان اعتقد، فكلميني عن سر النجاح ده، وانا حسيت بيه بصراحه اول ما قلت لي كلمه 4 مليون. هو انا هقول لك بصراحه، وطبعا بالتاكيد انه الفرصه دي مش متاحه لناس كتير في الصحف اللي احنا بنشوفها الصحف اليوميه، وبالتالي اعتقد ان جمهورنا هم يعني اصدقاء الناس اللي بتكتب، الناس اللي عندها رغبه ان هي تكتب، الناس اللي عندها رغبه ان هي تقرا راي مختلف
مش طول الوقت بتقرا راي واحد، يعني في تعدد في الاراء، في قوالب مختلفه لشكل المقال. ده اللي خلى الموقع يبقى ناجح. يعني اعتقد انه الشباب عايزين الحاله دي، مش عايزين يبقى في راي واحد، مش عايزين يبقى في اقصاء لحد حتى لو هم مختلفين معاه. اعتقد انه الشباب المثقف، الشباب الواعي اللي هو ظهر بعد ثوره يناير او ابتدى وعيه ويتشكل بعد ثوره يناير، هو مش حابب القوالب النمطيه والتقليد اللي موجود في الصحف، وحابب يقرا اراء متعدده، وحابب يبقى في حاله جدل زي اللي احنا بنعملها، انه يبقى في مقال ويبقى في مقال تاني بيرد عليه، يعني في نقاش وفي مناظرات بالراي عندنا على الموقع. هم حابين الحاله دي. اعتقد انه يعني الجمهور هم الشباب اللي هو رافض التقاليد والاشكال النمطيه من المقالات اللي بتبقى موجوده في الصحف وتقييد الراي نفسه. تمام. استاذ احمد، تكلمتيني على القيود، ولكن هناك معايير اكيد لنشر المقال، معايير بتعتمدوا عليها في عمليه النشر. وكلمت في البدايه مع الاستاذه امنيه على فكره رفض اي مقال، قالت لي ما بنرفضش ولكن قد نعلق على بعض القصور في بعض المقالات. كلمني، اكيد بتواجهوا مشاكل في بعض المقالات. يعني بعض المقالات بيبقى في فكره بس مش مكتمله، فدي بنراجع فيها الكاتب. والحقيقه كل الكتاب اللي بيتعاونوا معانا هم مؤمنين بفكرتنا، يعني مؤمنين بفكرتنا، مؤمنين بفكره قل مست حاجه فيهم، فبيستجيبوا لاي نقاش بيحصل بيننا وبينهم في فكره المقال. يعني بيجي مثلا مقال في فكره حلوه جدا بس مش متماسكه، يعني عايزه بس تتكتب بشكل متماسك شويه، فبنرجع للكاتب بنكلمه، فبيبقى في استجابه، فبيبعت فالمقال بيتنشر. يعني تقريبا ما فيش ولا مقال اتمنع من النشر. يعني لا، مش عمليه منع بس، كمان يعني عايز اقول جايز قد يكون بعض الكتاب بيقول لك انت بتتدخل في وجهه نظري اللي انا عايز اعرضها بهذا الشكل، تقول له ايه؟ لا، ما هو انا قلت لحضرتك مش وجهه نظر. يعني مثلا انا مش متبني فكر معين، يعني مثلا انا بيكتب مثلا عندي واحد يقول انا مثلا من مؤيدي مبارك يعني وضد ثوره 25 يناير، ده صوت موجود عندنا في الموقع. دي في ناس من هذه النوعيه او مقالات من هذه النوعيه موجوده عندنا في الموقع، بتديها حريه التعبير، بنديها حريه التعبير. عندنا شباب جماعه اخوان مسلمين، يعني طبعا احنا ضد الجماعه، وجماعه معصوره وجماعه ارهابيه، بس في حد وجهه نظر، يعني صوت موجود، فاحنا بنتيح المساحه لكل التيارات الموجوده. بس في معيار، معيارنا الوحيد للنشر ان الفكره تكون متماسكه، وما تكونش المقال بيحتوي على ازدراء اديان او على سب وقذف او على تحريض العنف. كمان عايز اقول حاجه، ارجع للنقطه اللي كانت بتتكلم فيها امنيه، فكره الحاله اللي خلقها الموقع. يعني انا فاكر ان في مقال عندنا وصل الرد فيه 20 مقال، يعني مقال كان بيتكلم عن الفرق بين الريف والمدينه، فالمقال اتنشر، فحد بعت رد عليه. جميل. فاللي كاتب المقال رد تاني بمقال، ففي بدات اطراف تانيه ناس تدخل في الموضوع، فوصل الرد في هذا المقال ل20 مقال، مقال واحد عن الريف والمدينه. تمام. عايز اسال الاستاذه امنيه على تطوير الموقع في الفتره اللي جايه. وجاي استاذ احمد في البدايه قال لي عمليه موجود مشاهده تلفزيونيه بعد كده والاخر ومشاركه عربيه، كلميني على عمليه التطوير في الفتره اللي جايه. طيب، احنا برضو فكرنا انه بعد 3 شهور اكيد احنا القارئ هيمل من فكره مقالات بس، لازم يبقى في حاجه جديده بنقدمها. فكانت فكره ان احنا نعمل برضو نخلق مساحه من الراي من خلال التي في، فبنأسس دلوقتي الكول تي في اللي هي يعني خلال شهرين ان شاء الله هينطلق كول تي في. وبعدين فكرنا ان احنا اكيد الهم العربي هم واحد، يعني فاحنا ننطلق، يعني احنا ليه نفضل جوه الاطار الضيق او جوه مصر بس، لا لازم نخرج وننطلق بره مصر ويبقى في مشاركات عربيه وفي عربي ودولي، ودي الخطوه اللي جايه. واعتقد ان هي مهمه، يعني اعتقد انه الدوره الاعلاميه 3 شهور، وانه القارئ محتاج حاجه جديده كل 3 شهور. بتمنى لكم دايما التوفيق وخطوه جميله جدا. وكل تي في ده مرحله، احنا عندنا مراحل تانية كتير مش عايزين نحرقها، بنحب نفاجئ بيها جمهورنا يعني والناس اللي بتتابعنا، ففي مراحل تانية كتير ان شاء الله كل جديد معاكم ان شاء الله. استاذ احمد علام والاستاذه امنيه شكري من مؤسسي موقع كل، بتمنى لكم التوفيق، واكيد هنلتقي مره تانية مع الجديد وتطور في هذا الموقع. شكرا لكم مشاهدينا في محاوله من قناه النايل لايف، برنامج نهارك سعيد لدعم وتنشيط السياحه وجذب المزيد من السياح الاجانب والمصريين والعرب. هيكون لنا هذا اللقاء مع احد موظفي الاستقبال بمدينه شرم الشيخ، خلينا نشوف اللقاء ومكملين معاكم.